قل هل يجوز أن أعطي الصدقة لأخي المحتاج؟ نعم، هذا من الإحسان، يكون بر وصلة، إعطاء الأخ من الصدقة من البر والصلة، ويجمع فضيلتين، وسواء كان ذلك نقديا أو كان ذلك في قضاء دين أو كان ذلك في إيصال مواد وأمتعة يحتاجها، كل ذلك من الإحسان إليه، فيكون صدقة وصلة. الأخ